موضوع الدرج. درج الدائري. درج الدائري منين مكون؟ مكون من الآتي: درجة، خط الدرجة، وسنتر، وزاوية دوران. صح؟ فإذا هو خط الدرجة اللي هو أول درجة، خطها إيش قد هاي عرضها؟ هي هاي أول شيء راح نسويها. بعدين سنتر اللي الفرة مالت الدرج اللي هو السنتر اللي حتى بالتنفيذ اللي يكون شيش اللي هو السنتر على ضوء يشتغلون هذا القالب مالته. فالسنتر عرفه وين هو؟ يجوز السنتر مباشرة وياه إذا هذا اللي هو الحديد درج الحديد شايفينه يفتر حول محوره. فإذا السنتر هو من ضمنه، أوكي؟ أو السنتر بعيد عنه اللي هو الدرج اللي يصير عندنا اللي هو هيك شكله اللي هو حسب بعد النهاية. فإذا هو جاي يسوي بهالطريقة. وهذا طبعا المسافة قريبة على بعض. فإذا أنا لازم أعرف السنتر وأعرف الدرجة قياساته وأعرف الزاوية اللي أريدها. إذا أنا الدرج بس يروح منها ويجي منها بهذا الاتجاه، إذا شنو عندي؟ 180 درجة. إذا عندي يجي لهنا يوصل 270 درجة، وجوز أقل حسب، وجوز يكمل بهالطريقة. شنو المشكلة؟ أهم 360 درجة. يكمل في درجة يكمل بهالطريقة. زين، فأقدر أنا أفر بهالطريقة. إذا صار سهل الموضوع مال الدرجة. تبقى الشغلة الأهم الأخرى موضوع الدرج. مرات الزاوية هاي اللي أعطيها أنا هسه 360 درجة، أعطيتها لمن 360 درجة؟ 60 درجة. من الخط الأول لآخر خط أداها 180، أعطيتها منا لهنا هي 180. زين، المسافة بين درجة ودرجة هاي إيش قد؟ طلعت تلقائي على العدد اللي أنا حطيته، لا أنا ما أريد تلقائي، أريد حتى هاي المسافة تطلع صحيحة. ليش؟ مرات أنا من الناس أرسم خط الدرج للبيت وأكمله بشلون ما كان عدد وأمشي بأرض الواقع ما يتنفذ. تطلع الدرجات كلش هاي الحافة كلش صغيرونة بحيث إنه لازم حتى يصعد الدرج يجي كلش على الطرف حتى يصعد الدرج. المفروض إنه أنت تأمن له هاي المسافة بالنص يقدر يصعد الدرج، معناه يحط رجله عليها. أوكي؟ فلازم أنت حتى بشغلك إنه من تشتغل الدرج وتكمله بغض النظر عن المسافات انت تقيس هاي المسافه اللي هي من منتصف هاي لهاي منتصف هاي المسافه انه 100% تامن صعده رجل، اوكي؟ ولا تقل عن 26.5 وانت صاعد. ولا 30، وانت سويت 30 تكون افضل ومريحه جدا. هسه نجي للدرج. ما عندنا فضاء هسه حتى يقولون رسمت فضاء وترم وما شنو، راح احنا نرسم درج بدون اي فضاء. عندنا هاي البايه الاولى اللي هي مثلا متر 25. اوكي، هاي متر 25. وعندنا هاي ايش كذا انا سويتها؟ بالله اليونت مالتي شنو؟ اختار سنتيم مثلا. إذن هسه اللاين الأول أنا هسه بالسنتيم راح أختار متر 25، 125. عندي أكو مركز هنا، المفروض أنا المركز مالتي معلوم وفق التقسيم مال الغرفة مالتي أو هاي الفضاء اللي أنا راح أحط بيه الدرج. هسه أنا راح أخذه بدون المركز وبعدين راح أسويه بالمركز. أشر على الدرجة، أوكي؟ ثم أنقر على أمر البولار الري، ثم أنقر مركز هاي النقطة اللي هي منها يفر درج، انقر على هاي، فر لي اياه بهذا الشكل، اوكي؟ هسه خليه اغير القيم، اقول له مثلا هنا عندي 18 و18 36، عندي 36 درجة، فر لي بهاي الطريقة، شفتوا؟ هسه الدرج مفر بهالطريقة على نفس المركز. أنا هسه أريد أمسح منه، ما أريد أغير القيم والله أغير الزاوية هنا أسويها 270 أو هاي، لا، أريد هذا نفسه، أجي أفجره أشره وأقول له إكس إنتر. واجي امسح منها الدرجات الزايده. فصار منها يصعدون ويلفون من هذا الاتجاه، هذا درج حديد. اوكي؟ فيصعدون من هاي الجهه ويلفون من هاي الاتجاه. زين، انا عندي لا درج ثاني اللي هو هذا. واكو دائره اللي هي هاي، خلينا نعتبر دائره. هنا هو المركز، هنا مركز الدائره هو مركز الفره مالت الدرج. اشر الدرجه الاولى، ثم اقول له بولار الري، بعدين اشر المركز، راح يفر لي بهالطريقه. اختار الزاويه وليكن 180 درجه.
زين، فر لي بالاتجاه المعاكس. هسه خلينا نسويه. اوكي خليها هسه هيجي. هسه هنا العدد، العدد هو هذن عدد الدرجات اللي جاي تفتر. انا ايش اريد عدد الدرجات اللي تفتر بهاي ال 180؟ 16 درجه، فراح اكتب له 16 درجه. انتر، سوى له 16 درجه. اوكي هسه هذا الدرج كمل. احنا البتوين، البتوين الزاويه بين خط وخط ثاني هاي. اوكي بتوين هنا انا اقدر اتحكم بيها. اذا طلعت عندي بالدايمنشن، اجيت بالدايمنشن هنا هسه بعدين من راح نجي على الدايمنشن، وجيت اختاريت السنتر تو سنتر هذا وقسته وطلع لي هسه 22.5، يرد له شويه زياده الزاويه. فاجي ادخل انقر عليه واقول له هنا مثلا سويها 15. انتر. زين اذا الزاويه غيرها، يقول لك على مود هذن نص 12 بايه بيناتهم كل نص مسافه هاي اللي هي البيس بوينت هسه راح نختارها هاي. فالمسافه بيناتهم هاي اللي هنا 15، شوفوها 15. اذا هو لازم مو 180 درجه، لازم يفتر شويه درج. فشوفوا اكو درجات حلزونيه مفتر زايد، فحاسب على مود النص يجي فت صحيح 100%. اذا هسه انا سويته، اريد اكثر الدرجات، انقر على هذا السهم واكثر الدرجات، وابقى اقرا على السهم واكثر الدرجة. اريد اقلل الدرجات، اقدر انقر على السهم وانقر على الاتجاه المعاكس اقلل الدرجات. فاذا انا اتحكم عدد الدرجات هم بهاي الطريقه، واضح بالنقر. الزاويه هاي هم اقدر اتحكم بها، انقر واسحبها يقلل الزاويه بيناتهم، انقر واسحبها يزيد الزاويه بيناتهم. هو صار البرنامج خاصه بالفيرجنات الجديده تفاعلي اكثر من اللزوم، بحيث انه سهل العمليه. هذا الدرج انا دائما شو اسوي؟ دائما اختاره هيك بهالطريقه صراحه، اقول له 360 درجه، 60 درجه وعدد بايات. معناها اذا انا رايد نص ال 180 16 و16 اعطي 32، فاقول له 32 انتر. خوش، بعدين شو اسوي؟ اشره وافجره. انا هاي الطريقه اللي استخدمها، ادلت منه اللي ما اريدهم، اللي يعجبني اللي ما اريدهم خلاص. اوكي فصار هذا الدرج، اصعد منه واجي هنا اسوي دائره ثانيه، اجي سيركل واجي منها ارسم دائره ثانيه هاي، واقول له ترم. ليش هاي الدائره سويتها؟ اسوي بها السهم ما صعدت الدرج. اوكي وهذنا اشرهم واغير لونهم واسويهم او بلاير الساين اسميه. اوكي فيبين صعد الدرج منها او بالمقلوب. سويت هذا الدرج، ردت قلبه، قال لي قلبه اريد عكس الاتجاه ميرر، وقلبه واقول له واي انتر وقلبه. او لا ميرر احسن. اي اي روتيشن. اي هسه خلينا نرجع وين هذا، هذا بعده لو هم فجرته. زين هسه نجي لبعض الخصائص الموجوده بعد بالامر. اشرنا، قلنا له اي ار انتر، بعدين اختارينا بولر، بعدين حطينا المركز هو هذا. اجينا هنا، هنا نفس الشيء، كرر سطر ثاني. طبعا بالدرج ماكو شيء اسمه درج ثاني ونفس الهاي، بس ممكن يصير. المهم نقول له اثنين، كرر لي هسه شنو راح يسوي اثنين. يلا حمل. زين هسه هنا البتوين قلنا الزاويه بين واحد واحد هاي نتحكم بيها، والزاويه الكليه هي هاي. عندنا هنا شنو هو البيس بوينت؟ البيس بوينت نفسها، البيس بوينت هي مكان اللي هو الحركه مالت الدرج. اذا نقرت منها فهمنا هو جاي يحسب الزاويه. نعم اي خليها سنتر واحد. شوف هسه، شوف البيس بوينت، البيس بوينت هاي من غيرت مكانها صارت الزاويه اللي يحسبها هنا هي الزاويه من هذا البيس بوينت لهاي البيس بوينت. بالدروجه على مود انا اشتغل هاي تطلع البتوين هي بالنص بالنص، لازم انا اختار البيس بوينت هي النص. على مود هاي الزاويه اللي يحسبها هنا هو يحسب الزاويه هاي، فهمتوني؟ هاي الزاويه البتوين هاي جاي يحسبها، واضح؟ ف
فلازم انا اختار بالدرج البيس بوينت هي هاي بالنص، حتى الزاويه البتوين اتحكم بها براحتي هنا. عندك بعد شنو؟ روتيشن. روتيشن انقر عليه هسه، هذا روتيشن هسه هو بهذا الاتجاه. اذا نقرنا عليه ايش راح يصير؟ دايركشن هسه يقلب، يقلبها يقلبها بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه. والله انا ما علمت لا هي ما تشوه الشكل، هو انا طبعا ما هاي مستخدمها، بس هي شنو هسه جاي تسوي؟ خلينا نفتهم المغزى مالته جاي تسوي. اها جاي تقلب المحور مالته، جاي تقلب المحور مالته، يمكن بالثلاث الابعاد تشتغل اكثر. هاي على خط، على خط جاي تقلب. اي بالضبط، اللي تبقى بس النقطه ثابته والخط متغير، الخط متغير عافية، بحيث الخط باقي نفسه افقي بس النقطه هي اللي جاي تتحرك. اي بس الخط باقي ثابت، اي بس هاي الفقره، بس اتوقع بالثلاث يستفاد منها الواحد اكثر ان شاء الله. اوكي فهسا احنا هذا الدايركشن اقلب الدرج مالتي، مثل ما الساعه صارت عندي اقدر اقلب الدرج. اوكي هنا انقر على هذا السهم ازيد الدرجات، انقر على هذا السهم اقلل المسافه بين نص الدرجه الاولى ونص هاي. الحساب مال الدرجات هم ينحسب، تحسبون بين الثنين 1 2 3 4، والسقف تحسبوه درجه. هاي هي هذا بالنسبه للبولار الرئيسي.